هو ابن مدينة تونات، سطع نجمه في سن صغيرة موهبة صقلت بالمشاركة في واحد من أهم البرامج العربية الغنائية، مسار فني متميز. سي محمد عدلي، مرحبا بك، شرفتينا. الله يكبر بيك، والشرف ليا، تحياتي ليك ولكل المشاهدين الكرام. اهلا بك. اذا سيدي محمد، كنظن الجديد ديالك هو واحد الفيديو كليب خرج دابا تقريبا واحد ساعتين، واش تقدر يعني تقربنا من هذا العمل؟ هذا هو اغنيه شبابيه، ولا بغينا نقولوا في صنف الراي شعبي، أغنية فيها انرجي زوينة، أغنية مبنية على يعني إيقاعيا هي أول حاجة من كلماتي وألحاني المتواضعة وتوزيع السي هشام خاتير. الأغنية مبنية على إيقاعيا على شي حاجة اللي في الموروث الثقافي ديالنا اللي هي التعريجة، كذلك وظفنا فيها التعريضة البيضاوية باش نعطيوا هذيك اللمسة الاحتفالية والبهجاوية اللي بغينا نقولوا. فأغنية شبابية بامتياز، حاولنا نمزجوا فيها الراي وشوية ديال الشباب. نعم. إذا سيدي محمد، يعني بالتجربة ديال الأغنية الترابية والشبابية وكذلك فن الراي، فين كتلقى راسك؟ بيني وبينك؟ نعم. في الراي. في الراي، لأنه الراي كيعطيك واحد المساحة أكبر في الحرية ديال التعبير، الراي حتى بالنسبة في التواصل ديالك مع الجمهور، يعني في المنصات، في المهرجانات، كيكون تفاعل أكبر. نعم. من بعد منين وليت تبعت المسار ديال الراي، لقيت الناس كيحفظوا الأغاني ديالي أكثر، كيرددوها معايا أكثر. قبل ما نخرج شي أغنية كيقول لك واش راي؟ خليك في الراي. دونك قلت احنا مع الناس اللي بغاو الناس يبقاو في الراي. اذا التجربه ديالك سيدي محمد، يعني بين الجمع بين الغناء والتلحين والكتابه، شنو كتمثل لك في المسار الفني ديالك؟ كتمثل ليا هو ذاك التكامل، ذاك كنحس بانه ذاك الشيء اللي بغيت نقوله واللي بغيت نعبر عليه فانا قادر نديره لراسي، يعني كنكتب كنلحن وايضا كنستاشر مع بعض الاصدقاء، يعني ما كن يعني ما عنديش ديك الانه المطلقه، يعني دائما كنستاشر، كنشوف الساحه اشنو فيها، كنشوف كنجس النبض ديال المستمعين اشنو باغين. فكنظن بانه ما كاينش شي واحد غيقدر يلبسني قد فاش بغيت نقول لك، يعني كنلقى راسي كنلقى راحتي في انني نكتب ونلحن، لاني كنلقى راسي كنعبر اكثر وكنلقى راسي كنوصل الافكار اللي بغيت بشكل اكبر. يعني تبارك الله عليك، كذلك عندك واحد الصوت نقدروا نقولوا عليه مخملي ومليء بالاحساس. شكون الفنانين اللي اثروا في المسيره الفنيه ديالك؟ بزاف. نقدر نقول لك مثلا في الغرب فرانك سيناترا، نقدر نقول لك مثلا الشاب خالد في الراي، في المغرب عبد الله الدكالي. كان كيعجبني هذاك، اي فنان هو تائر كيعجبني. نعم. اذا من كل فن طرف، من كل فن طرف داكشي اللي كاين. اذا الرحله ديالك سيدي محمد مع الغناء والفن بدات في واحد السن يعني نقدروا نقولوا مبكره، واستمرت في واحد التجارب عديده مع فنانين مغاربه وعرب خلدوا الاسماء ديالهم في الساحه الفنيه. شنو هي وصفه ديال النجاح ديال اي فنان شاب؟ كنظن اول شيء هو الالتزام، يعني الفنان قد ما كان ملتزم كان صبور، عنده طول النفس والثقه في النفس، يعني لازم تكون ثقه في النفس. فكنظن هذا هو سر النجاح، يعني الشاب قد ما قدر انه يكون ثيق في الاعمال ديالو وعنده نفس طويل، لانه يعني المجال كيف كتعرف صعيب يا اخي زعما هنايا، فكيخص تكون الثقه في النفس والصبر والالتزام وكل شيء عند الله قريب. اكيد. اذا سي محمد، كيفاش كتشوفوا يعني الواقع ديال الاغنيه المغربيه؟ نقدروا يعني نقولوا خصوصا الشبابيه، من اللي كتنتمي لها؟ الواقع انا كنشوف مزيان، كنشوف بانه كاين ثوره دابا، كنشوفوا خاصه مع الموسيقى اللي كيغلب عليها الديجيتال، وهذا ولا تسهل باش تجي وتغني، وتسهل باش تجي وتسجل وتصور ديال الغربله او ومن اجل يعني محاربه هذه الفوضى من جهتك السي محمد، شنو الاعمال الفنيه الجديده اللي غادي يكتشفها الجمهور عما قريب؟ ان شاء الله حضرت مجموعه ديال الاغاني. اول اغنيه هي غادي تكون اغنيه بستيل علاوي، هي راي علاوي في الفيزيون، مخدومة بشكل يعني موسيقى حية، اعتمدنا على دخلنا جود باس جديد، كروس كيس، دخلنا يعني كتسمع كأنك كتسمع موسيقى عالمية.
مع الفولكلور، يعني حاولنا نلجأ بالفولكلور اللي هو العلاوي، والموضوع هو المشاكل الصغيرة اللي كتكون ما بين المرأة والراجل، ولكن معالجة بشكل فيه الكوميديا وفيه الترفيه. سوقتينا للعمل سي محمد. يعني بني واش يمكن لك يعني تهدينا واحد المقطع من 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 اختيارك انت يا الجمهور ديالك كذلك؟ على الراس والعين. اول حاجة بغيت نشكركم على الدعوة، ونشكر الجمهور اللي كيشوفنا، وبغيت نهني الوليدات والبنيات اللي دوزوا الباك اليوم، الله يوفقهم والله يسهل عليهم. وبغيت نقول لكم ونديكلاريه ونقول لك نبغيك، شاره صاري فيا وفيك، تمنيت قلبي يكون بين يديك. ونديكلاريه ونقول لك نبغيك، شاره صاري فيا وفيك، تمنيت قلبي يكون بين يديك. تبارك الله عليك سي محمد، هذه شرفتينا وشكرا للحضور. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. بارك الله فيك.